معنا عبر الهاتف الأستاذ صفوت بركات، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل. سيد صفوت، إذن أخذت اللجنة العليا للانتخابات بالأوراق أو المستندات الأمريكية التي تفيد بأن جنسية الأستاذ حازم صلاح أمريكية، جنسية والدته أمريكية. والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وحيا السادة الضيوف الأفاضل اللي معاك. والقول من فضلتك بان استبعادها تاسيسا على انها امه تحمل جنسيه امريكيه، هذا يعتبر زعم وافتئات، وانا لا اقبله باي صوره من الصور، لان اللجنه الرئاسيه او لجنه الانتخابات الرئاسيه اصلا لم تفصح ولم تسلمنا. المفروض ان وفضلتك اسال فضيله الدكتور اللي يجلس معاك، الدكتور سيف عبد الفتاح، او وهو يعني من هو سيف عبد الفتاح، يعني علم وعالم ورجل علم يتحرى منهج بحث علمي. فالواجب من اللجنه الرئاسيه للانتخابات انها تسلم كل المستبعدين او كل من ارات انها تستبعدهم لانتفاء بعض الشروط التي يجب ان تتحقق في اشخاصهم، ان تسلمهم يعني هذا حتى يعطوا فرصه للدفاع عن سلامه موقفهم واستكمالهم للشروط. لديكم 48 ساعه. نعم، بس ولكنها لم تسلم احد، لم تسلمنا. انا عن نفسي كحمله حازم صلاح اسماعيل، انا يعني اقول لك بما لا يقطع مجالا للشك انها لم تسلم ولم تفصح عن الاسباب التي بسببها او من شانها جعلتهم تستبعد هؤلاء. فقولك اولا انا حده يعني ارجو من الجزيره ان تتحرى المصداقيه والمهنيه والمعايير التي يجب ان تتحلى في الجزيره التي يعني يعشقها كل مصري، أن لا تدفع باتهامات أو تؤسس أحكاما على أشياء هي لم تطلع عليها. وأصلا لابد لا. أن تطلع هناك فرق بين المصادر الإعلامية وبين الإعلان الرسمي الصادر من جهة ما، يعني 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 مراسلنا قال هذا الأمر أنه هذا المراسل هذا لا زال هو تعليق صحفي وليس خبر يؤسس عليه. طيب خلينا نفترض أن هذا الخبر صحيح وأن اللجنة بالفعل أخذت بالأوراق الأمريكية أو المستندات الأمريكية. لن تأخذ كيف تفتئت؟ يعني إحنا عندنا في الأحكام، مثل الدكتور سيف عبد الفتاح، عندنا الأحكام لها مساران. المسار الأول وأنها أحكام تكون كاشفة وأحكام منشئة. الأحكام الكاشفة هي التي تفصح عن واقع حقيقي ثابت لا يمكن بأي حال من الأحوال التجاوز عنه أو تخطيه، وهو الفحص عن يعني الكشف عن جنسية ام حازم صلاح اسماعيل او عن ابنه البقر او عن فلان كذا او مركزه القانوني كذا. هذا كشف يعني كشف لا يؤسس جديد. اما الاحكام المنشئه فهذا ممكن من حق اللجنه الرئاسيه، اللجنه العامه للانتخابات، انها تدفع وتستشكل على انها لجنه اداريه ولكن فيها قضاه تختصم وترد، ولكن الحكم الذي صدر من المحكمه الاداريه العليا او المحكمه الاداريه ومجلس الدوله حكم كاشف لا يجوز باي حال من الاحوال. تاسيسا على هذا الكلام ان تتخطاه اللجنه والا تعصف بالدستور. هي لجنه المفروض انها تعمل القانون وتعمل القضاء والمبادئ القانونيه العامه والمجرده. كثير من رجال القانون سيد صفوت فسروا او اشاروا الى ان الحكم الصادر عن هيئه القضاء او مجلس الدوله، القضاء الاداري بمجلس الدوله بشان جنسيه والده حازم صلاح واسماعيل، كان حكما يحتمل الكثير من الاوجه ولا يثبت ان جنسيه ام حازم صلاح واسماعيل ليست امريكيه، وانما الزمت وزاره الداخليه بان تقدم الاوراق الداله على ذلك. هذا يعني افتئات على تفسير القانون وتاويله. هناك مسار الاحكام الكاشفه. طيب خلينا نتحدث عن الخطوه القادمه بالنسبه لكم، هتبدا في اجراءات التظلم غدا. حين يخطرون بالاسباب، وليس معنا حق 48 ساعه ان نرد على هذا الطعن وان نرد عليه، ولكن اذا راينا، انا يعني اوجه هذه الرساله للجنه الرئاسيه للانتخابات والى كافه قناه التيارات السياسيه الموجوده في مصر، هذا يعتبر عبث بالدستور وعبث بالقانون. نحن نقول له ما لم تتوفر المعايير. استاذ صفوت يعني انت تقول انكم لم تختاروا بالسبب الذي من اجله اتخذ هذا القرار حيال الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل، لكن كان معنا قبل قليل السيد حسام خير الله وكذلك ايمن نور، وكلاهما شمل بهذا القرار وتلقى اختارا بالاسباب التي على اساسها تم اتخاذ هذا القرار. انا
يعني هم اخسروا، لما لم يخسرون على مثلهم؟ شكرا جزيلا للسيد صفوت بركات. هل خرج احد من اللجنه الدستوريه، من اللجنه العامه للانتخابات او اللجنه الرئاسيه للانتخابات وافصح وقال اخسرنا حد 79 او حد 73 بل بشفع، يعني مجرد كلمه حتى تقول الاجراءات القانونيه تلزمهم ان يخسرونا وان نتسلم المثالب والمصاعب التي اتت علينا ووردت على اوراقنا حتى نعطى الحق في ان ندفع عن هذا وامامنا 48 ساعه. شكرا جزيلا للاستاذ صفوت بركات المتحدث باسم حمله المرشح حازم صلاح ابو اسماعيل.